ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. 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 لما تلغي الانتخاب، لما تقتل الشباب، لما تفتح السجون، لما يرجع العذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الميدان، وبنسأل فيها السؤال اللي بقالنا خمس سنين بنسأله، ثورة دي ولا انقلاب؟ عبد الفتاح السيسي وجبهة الإنقاذ وبعض السياسيين أو اللي قدموا نفسهم للشعب المصري على أنهم سياسيين وطنيين بيشتغلوا لصالح الشعب المصري ولصالح مصر مش لصالح أعدائها، قدموا نفسهم أنهم جبهة الإنقاذ عشان تنقذ مصر من محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، أو تنقذها من مبادئ ثورة 25 يناير، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. طلع عبد الفتاح السيسي في مشهد غريب جدا وحطهم وراه كلهم وقال هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، هذا الشعب لم يجد من يمد إليه يد العون، وقرر السيسي والقوات المسلحة في الوقت ده أنهم ينتشلوا الشعب المصري من جماعة الإخوان المسلمين ومن محمد مرسي ومن ثورة 25 يناير، ويبدأوا يمدوا أيديهم للشعب بكل المعونات الممكنة علشان مصر تبقى دولة قوية، علشان مصر تقف على رجليها، عشان تستعيد مكانتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والكلام الكتير اللي سمعنا عنه. وبعدها بكام يوم طلع السيسي يقول للناس اوعوا تكونوا مش مصدقين انها هتبقى قد الدنيا. لا صحيح، هتبقى ام الدنيا وقد الدنيا والناس تسقف وتقول هي. بعد كده ايه اللي حصل؟ تعالوا نفتح كشف حساب النهاردة ونشوف مصر وصلت لفين. مصر بعد الانقلاب العسكري وفي بداية العام السادس للانقلاب وصل لفين الاقتصاد المصري؟ أخبار الاقتصاد إيه على إيد عبد الفتاح السيسي؟ الدولار بقى ب 18 جنيه ولا لسه ب 6 جنيه 75 قرش زي أيام محمد مرسي اللي قالوا إنه فشل في إدارة الدولة؟ يا ترى حدود الدولة المصرية لسه زي ما هي ولا نقصت الأراضي المصرية طيران وصنافير؟ عبد الفتاح السيسي اللي اتهم مرسي انه بيبيع مصر لقطر باع مصر لطوب الارض، اشتغل قواد على عرض البلد، اشتغل قواد على كل الارض المصريه وباعها، باع جزء للسعوديه وباع جزء في غاز لاسرائيل وجزء لقبرص وجزء بيتباع لليونان، ولسه يعني الارض المصريه محطوطه في المزاد، كل واحد عايز يشتري هيشتري. ده بالنسبة للاقتصاد. كلمونا عن الوضع السياسي. السيسي وبعد خمس سنين من انقلابه العسكري بيقول للشعب المصري مفيش حل خلاص، ولو حد عنده حل يتفضل وانا هسقفله. الكلام ده بيتقال دلوقتي، ما تقالش وقت الانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري اللي تم مش على محمد مرسي ولا على الاخوان المسلمين، تم على ثورة 25 يناير، تم على إرادة الشعب المصري اللي احتكمت إلى صندوق الانتخاب، تم على التجربة الديمقراطية الرائدة في الوطن العربي بعد ثورة حقيقية قادها الشعب المصري 25 يناير. يا ترى كلنا فاكرينها ولا لسه؟ عموما لحد النهاردة البلد بتخسر، وطالما السيسي في الحكم كل يوم بيرجعنا 10 سنين ورا، وطالما الانقلاب متصدر البلد هتفضل تخسر وتطلع من خسارة لتانية. الكل بيخسر ما عدا المنتفعين. زي مين مثلا؟ زي قيادات الجيش. تعالوا نشوف قيادات الجيش ازاي يا جماعة فازت او ازاي بتربح من الانقلاب العسكري. ومش كل القيادات، القيادات اللي شغالة تحت ايد السيسي، لان السيسي طير كل اللي كانوا معاه في المجلس العسكري وكل اللي تأمره عليه، اللي تأمره على الشعب المصري. اول الرابحين من 30 يونيو قطاعات الجيش على مدار أربع سنين، حصلت المؤسسة العسكرية على امتيازات عديدة لتنفيذ مشاريع في الدولة من دون القطاع الخاص. احتكر الجيش عدة مجالات منها رصف الطرق، توريد الأجهزة الطبية، تصنيع عدادات المياه وعدادات الكهرباء، وحتى يا جماعة لبن الأطفال والدواء ومكيفات الهواء. ده بالنسبة للقطاعات اللي دخل فيها الجيش. في 2014
بس فاز الجيش بحوالي 770 مليون دولار من العقود وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية. احتكر الجيش رصف الطرق، فرض على المصريين رسوم علشان يستخدموا الطرق في الانتقال أو نقل البضاعة، دفع باللواء العصار علشان يكون على رأس التصنيع المدني عن طريق وزارة الانتاج الحربي اللي بتورد الأجهزة الطبية وبتصنع عدادات المية وعدادات الكهرباء. مش كده بس، الجيش يا جماعة اقتحم وبكل قوة مجال تصنيع مكيفات الهواء صناعة أو استيراد. كمان منحت وزارة الانتاج الحربي ترخيص لتصنيع الأدوية بعد أزمة شهدها سوء الأدوية، الأزمة دي اللي عملها طبعا الجيش. الجيش يا جماعة بيتاجر في اللبن، لبن الأطفال، بعد ما افتعل أزمة ونقص اللبن من السوق. الجيش بيعمل كل حاجة يا جماعة. حصل الجيش على ما يزيد عن 25 مليار دولار مساعدات خليجية وعقود حكومية، كل هذا بخلاف البدلات والحوافز والمرتبات اللي وصلت ل 15 زيادة خلال الخمس سنين. وده طبعا بيفكرنا بكلام الفريق أحمد وصفي لما قال عظيم لو شفتوا السيسي أو حد فينا زاد جنيه اعرفوا انه انقلاب. احنا مش بنتكلم عن زيادة واحدة، احنا بنتكلم مع حضرتك مع عليك سموك جلالتك عن 15 زيادة على الأقل. دول الخليج استفادت من الانقلاب العسكري، مش احنا اللي استفاد من الانقلاب العسكري ده. ودول الخليج زي مثلا تسيطر الإمارات على أجزاء كبيرة من قطاع الطب الخاص، المستشفيات الخاصة في مصر، التكنولوجيا والبترول، وبتستحوذ على 70% من رأس مال شركة مواصلات مصر. الإمارات هي المستفيد الأكبر من الانقلاب العسكري. دولة الإمارات العربية المتحدة سعت لاستثمار النفوذ السياسي اللي تحقق لها بعد ما دعمت السيسي وانقلابه. حصلت دولة الإمارات على تسهيلات اقتصادية وأمنية علشان تستثمر في مناطق كان محظور الاستثمار فيها على المستثمرين الأجانب، طبعا علشان كان في حاجة اسمها الأمن القومي في منطقة قناة السويس على سبيل المثال. شركة أبراج كابيتال الاقتصادية، ودي شركة إماراتية، الشركة دي موجودة وبقوة في الاقتصاد المصري. دي أتمت أكتر من صفقة استحواذ على أكبر كيانات طبية داخل مصر، خلتها مش بس مجرد مستثمر في مصر، دي بقت محتكر للقطاع الطبي. طبعا شركة منتشرة في مصر بتشتري القصر العيني القديم وبتشتري النيل بدراوي ومستشفيات كبيرة وعريقة في مصر. صفقات الشركة المذكورة شركة كابيتال كان فيها شراء 12 مستشفى مصري، أبرزها على سبيل المثال مستشفى القاهرة التخصصي، معامل طيبة، وكمان مختبر البرج، وشركات أخرى كتيرة. أكثر من 670 شركة إماراتية بتشتغل في السوق المصري في قطاع التكنولوجيا بكل الامتيازات اللي ما بتاخدهاش حتى الشركات المصرية. توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال آخر عامين، وبلغت بلغ عدد محطات الخدمة والتموين وتموين السيارات اللي تتبعها حوالي 15 محطة. بيمتد التعاون ما بين الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطار إقليمي داخل مصر باتفاقية تجارية بين الدولتين أو الجانبين. تعال يا سيدي، زي ما قلنا ان الامارات بتسيطر على اجزاء كبيره من الاقتصاد المصري. تستثمر الامارات في منطقه شمال العريش بحد ادنى 5.71 مليون دولار، كما تحتكر عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب، وتسيطر على اغلب مشاريع محور قناه السويس. احنا بنتكلم عن دوله الامارات المنشاه يوم 2 ديسمبر سنة 1971، انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. أيضا جددت شركة آل ثاني دبي للتعدين تعاقدها مع هيئة الثروة المعدنية، وبدأت بعمليات بإجراء عمليات استكشاف وتقييم جيولوجي للتنقيب عن الذهب في غرب شلاتين. بدأت شركة تانية وهي شركة أدنوك للتوزيع التابعة لإمارة أبو ظبي، دي تابعة لبترول أبو ظبي، بدأت في من سنتين خطة
بتستهدف توزيع زيوت ومنتجات بترولية للشركات في 26 محافظة. طبعا دي ده شغل الإمارات يا جماعة اللي بيجتاح البلد. انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. تيران وصنافير اللي مصر ياما دخلت حروب علشان تحافظ على مصريتهم. طيب ده بالنسبة للجيش المستفيد، بالنسبة لدول الخليج المستفيدة. مين كمان استفاد من انقلاب العسكر على الإرادة الشعبية في مصر والرئيس محمد مرسي؟ إسرائيل. التنسيق الاستخباراتي بين عبد الفتاح السيسي وإسرائيل بيجري بصورة مباشرة بمعزل حتى عن واشنطن. يعني العلاقات ما بقتش بتروح الأول المصريين يكلموا واشنطن علشان يكلموا تل أبيب، لا، دلوقتي بقى التنسيق يعني في أعلى مستوى لي ما بين تل أبيب والقاهرة بشكل مباشر. التنسيق الاستخباراتي. طيب الطائرات الإسرائيلية بتشن أكتر من 100 طلعة جوية في سيناء المصرية. مفيش سيادة ومفيش أمن قومي مصري بعد الانقلاب العسكري، وده كله بيصب في مصلحة إسرائيل. أصبحت إسرائيل بتصدر الغاز لمصر بدل ما كانت بتستورده من مصر. أيضا لا يمكن فصل نقل تبعية تيران وصنافير عن المكاسب الإسرائيلية. ليه؟ لأن الخليج أو مضيق خليج العقبة في الوقت ده لما كانت تيران وصنافير مصرية كان مياه إقليمية مصرية، يعني اللي بيمر فيه بيمر بكيفنا احنا بإذننا احنا. إنما بعد ما بقت تيران وصنافير سعودية أصبحت مياه دولية، إذن من حق أي حد إنه يمر بدون إذن من الدولة المصرية، وده طبعا بيأثر على السيادة، وده طبعا بيأثر على مصر ومكانتها في المنطقة. طيب إسرائيل استفادت زي ما الجيش وقياداته العسكرية العليا استفادت ودول الخليج استفادت. مين استفاد تاني يا جماعة؟ مكاسب لآخرين. دولة زي أثيوبيا. أثيوبيا قدرت بدلوقتي بنية حوالي 70-75% من سد النهضة، بتستمر في بناء سد النهضة، بتستثمر وجود حاكم ضعيف أو حاكم خاين زي عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم في مصر، وآخر حاجة وصلها السيسي علشان يحاول يسترحم الأثيوبيين، شفنا هو بيخلي رئيس الوزراء الأثيوبي يحلف وراه يقول والله مش هضر المصريين في أكل عيشهم باين ولا مش عارف في مية تانية. القضاء والشرطة زادت مرتباتهم وحوافزهم أكتر من 15 مرة خلال 5 سنين أو 4 سنين. 15 زيادة، بينما المواطن المصري جات له تقريبا علاوة دورية 40 جنيه بعد 4 أو 5 سنين. استفادت مجموعة من الإعلاميين محدود القدرات بجني الملايين نظير القيام بدور الترويج لأوهام الانقلاب. يعني حدث ولا حرج عن توفيق عكاشة، يوسف الحسيني، وعمرو أديب وغيرهم من الشخصيات، وأمان الخياطي طبعا، أحمد موسى وغيرهم كتير من الصحفيين أو الإعلاميين نص نبة اللي احنا كنا بنقول عليهم لما ما لهمش قيمة، دلوقتي أصبحوا يسبحوا بحمد الانقلاب. الانقلاب يا جماعة انقلب على كل حاجة في مصر. عبد الفتاح السيسي انقلب على شركائه في الانقلاب، صدقي صبحي ومحمد إبراهيم وكل المجلس العسكري، لم يبقى إلا واحد منه بجوار السيسي. كل المدنيين اللي ساندوا عبد الفتاح السيسي من السياسيين وجابة الإنقاذ، عبد الفتاح السيسي لبسهم طرح، وإما قعدهم في بيوتهم يا إما سمح لهم يروحوا يعيشوا في دبي ولا يروحوا يعيشوا في أمريكا. حتى من تخيل إنه من القيادة العسكرية والبدلة العسكرية هتشفعله عند السيسي زي سامي عنان أو أحمد شفيق أو غيره، رفض السيسي إنه يجعلهم يعيشون في جنته، كلهم خارج جنة السيسي. حتى يا جماعة ممدوح حمزة اللي حاولنا نتصل بيه النهاردة عشان يدخل معانا مداخلة، قال والله أنا آسف يا جماعة، ظروفي لا تسمح، ظروفه لا تسمح دلوقتي، إنما وقت الرئيس محمد مرسي كانت الظروف تسمح إنه يقول أنا جبت الشباب وهم داخلين يجيبوا مرسي من القصر الجمهوري. أنا عايز أسأل الناس، هو اللي بيحصل ده يا جماعة ثورة ولا انقلاب؟ ثورة ولا انقلاب؟ عايز أفهم من حضراتكم، ثورة ولا انقلاب يا أخوانا؟ ثورة ولا انقلاب ومصر في ديل الأمم، والمصري بيحتقر ويهان، وولادنا بنجيب جثثهم من البحر علشان بيحاولوا يهربوا يروحوا أوروبا، أو بنجيب جثثهم من الصحراء وهم بيحاولوا يهربوا عشان يروحوا يشتغلوا في ليبيا. ثورة ولا انقلاب وكرامتنا في الأرض وأعراضنا منتهكة وبلدنا مهانة ومش لاقيين ياكلوا الناس؟
ثورة ولا انقلاب، وولادنا كل يوم والتاني بيتعلقوا على أعواد مشانق عبد الفتاح السيسي وآخرهم كان عبد الرحمن الجبرتي، وولادنا التانيين اللي بيتقتلوا في 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 سجون السيسي أو باستهداف مباشر ويقول لك كان تبادل إطلاق نار، وشيوخنا مهانين وقام زي الشيخ يوسف القرضاوي مطلوب القبض عليه بتهمة الإرهاب. ثورة دي ولا انقلاب وكل حاجة في مصر ماشية لورا، الناس مش لاقية تاكل وهم بيبنوا مدينة جديدة عشان تبقى عاصمة إدارية، بيعملوا مسابقة عشان يختاروا لها اسم، والناس مش لاقية تاكل أصلا، مش لاقية فلوس تشتري في العاصمة الإدارية الجديدة. ثورة دي ولا انقلاب، احنا ما عندناش شك ان انقلاب، وما عندناش شك ان البلد ما كانتش ماشية غلط، وان اللي كان بيحكمها رئيس منتخب وله كل الاحترام. وانتوا النهاردة بتفتكروا 30 يونيو، افتكروا الرئيس محمد مرسي اللي بيعبر عن إرادة المصريين اللي نزلوا انتخبوه نتاجا لثورة 25 يناير. تحية للرئيس وتحية لكل واحد لسه بيفوق وبيقول معانا ثورة دي لا انقلاب. انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، لما تلغي الانتخاب، لما تقتل الشباب، لما تفتح السجون، لما يرجع العذاب، لما تقتل السجون، لما تنزع الحجاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، لما تضربني برصاص، لما تحرمنا القصاص، لما تحدفني بغاز، لما تحرقني بغاز، لما مستقبل بلادي للنظام بملك خاص، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب، لما تحرس اللي خان، لما تسجن اللي صان، لما تقطع اللسان، لما يتهدد ميدان، لما يوعظنا شيطان، لما تمنع الأذان، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب، لما تيجي طيارات ترمي حبة منشورات، ترمي في التحرير جوايز، ترمي لينا تهديدات، ليه تفرق في المعاملة، ليه تقسمنا الحارات، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، لو تلبسنا لجان أو تموت الكلام، لو تفض الاعتصام أو تكسر العظام، لما تحبس الكرام والبراءة للئام، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب، لما تقفل الشاشات، لما تعمل شائعات، لما تقتل السنوسي اللي صور الممات، لما ترجع الطوارئ، لما تقتل البنات، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب، لما سيسي اللي خاننا بيواجهنا بالسلاح، لما اعلامنا يحاربنا، لما نسمع النباح، لما بنطقي بلدنا للمساجد استباح، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب، لما تسجن الرئيس، لما تلغي برلماننا، لما تمدح اسرائيل في اللي باعنا واللي خاننا، لما دستور البلاد بيدسوه بألف جزمة، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب،